اخر اخبار الزمالك. يا خالد مساء الفل. مساء الفل عليك يا كريم، مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. طبعا كوتش جوميز يعني بيعمل فكر جديد في نادي الزمالك، هو بيجرب بعض اللاعبين، بيشوف بعض اللاعبين يقدر يستفاد منهم الفتره القادمه. المباراه السابقه كان بادئ بتشكيل مغاير ومختلف تماما في تشكيل نادي الزمالك، كان بيعتمد على النشئين بشكل اكبر شويه. هذه المباراه يمكن بدا بالتشكيل بتاع الشوط الثاني للمباراه السابقه، بدا باللاعبين الخبرات والعناصر القويه، يكون مباراه بالنسبه له قويه. طبعا تواجد اوباما لغياب سيف الجزيري بعد تعرضه لاصابه في العضله الاماميه، وايضا النهارده بنشوف ايشو لاعب نادي الزمالك اللي يعني بينضم وبيكون متواجد كلاعب اساسي في هذه المباراه لاول مره مع كوتش جوميز. دايما كان ساعات بيكون متواجد على دكه البدلاء ولكن لم يشارك، يعني اخر مره شارك فيها قبل تولي كوتش جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. طبعا اللاعبين بعد وصولهم كل اللاعبين عندهم تركيز كبير جدا، كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بصوره اساسيه او اللاعبين الناشئين عندهم طموحات كبيره انهم يثبتوا نفسهم ويكونوا متواجدين بصوره جيده، لان طبعا في كمان غيابات عديده بتضرب نادي الزمالك، منها غيابات لالتحاق بعض اللاعبين بالمنتخب الاولمبي، ومنها غيابات اخرى للاصابات زي شيكابالا خلاص اللي بيتعافى وخلاص عن قريب هيكون متواجد مع الفريق، وايضا غياب لفتوح والزناري وعدد من اللاعبين اللي عندهم اصابات بالتاكيد ما زالوا في حاله الاصابه حتى هذه اللحظه ولم يتواجدوا. ولكن كوتش جوميز بعد دخوله لاستاد الكليه الحربيه كان حريص على ان هو يدخل ملعب المباراه، اول مباراه يشارك فيها كوتش جوميز على استاد الكليه الحربيه. دخل بص على الملعب وبص على النجيله، سالته على رايه، قال لي النجيله خضراء شكلها حلو وشكل الملعب جيد، وكان ده تعليقه على ملعب استاد الكليه الحربيه اللي هيقام عليه هذه المباراه. طبعا الطموحات كبيره عند كوتش جوميز ان هو يخلق حاله جديده عند اللاعبين، يخلق حاله جديده عند اللاعبين اللي بيشاركوش او اللاعبين الناشئين، لكن كده يكون لهم دور مع نادي الزمالك في الفتره القادمه. يعني اللاعبين الان في عمليه الاحماء من داخل الملعب، وبعد كل ان شاء الله هننطلق بمباراه صراع الجيش امام نادي الزمالك، ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الدوري المصري، نشوف مباراه ان شاء الله تكون ممتعه. يعني كريم دي كانت اجواءنا وكواليسنا حتى هذه اللحظه من داخل استاد الكليه الحربيه. انا اديك مروح في الاستوديو، اتفضل. كل الشكر لزمايلنا الاعزاء من استاد الكليه الحربيه عمرو نبيل وخالد رزق، بشكركم شكرا جزيلا.